معذول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده؟ بقى خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي يمسها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي قول لي يا خميس، يا الست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش ليك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. هاي حبيبتي فريدة بنتي خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه نيجي نيجي بقى. نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه. انا ما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس. تعرف الفالس ده بيتحزموا له بإيه؟ هو بيتحزموا له برضه؟ مفيش رقص من غير تحزيم يا خميس. ليه ما قلتليش من الاول انه براء النوح؟ براء النوح؟ ليه؟ الدنيا كانت عاتمة برضه ما شفتيش؟ انا ما شفتش حاجة خالص. هتخبي عليا تاني؟ راح عليا يا خميس، انا ماليش غيرك في الدنيا، ما بقيتش حمل مرمطتها تاني. كفاية يا اخويا اللي شفته وانت بعيد عني. براء ده عيل طايش وسلاحه غدار وبيلوش، ما كانش ينفع احطك في سكته. ايه؟ خايف عليا؟ وافديك بروحي. تحبيني يا بت؟ وما حبيتش غيرك، وحنك عوب رجلك بسنين عمري. عشان كده لازم تبقي مرات افندينا، عشان مفيش كلب بعد كده يفكر انه يلمسك. أفندينا يا حجة خد المتر بدران تحت باطه وطلعوا على المقطم. بعدها حجة حط عند رمانة في البيت. وما خدكوش معاه زي كل مرة ليه؟ أصل المتر بدران كان مقاير حبتين. والزار يا حجة والله أعلم، أفندينا خده عشان يقعد معاه يفضفض ويجيب آخره. هي البت اللي اتجوزها بدران دي لسه ليها ديول؟ الديل اللي كان فاضي البجاش المري قطعه. وهو بسلامته معاها دلوقتي؟ واخدها وخرج لوحديهم، بس بصراحة يا حاجة ما نعرفش راحوا فين. وبعدين بقى هنخلص من حكاية رمانة دي امتى؟ زي ما تكون عاملة له عمل يا حاجة. ولا اللي سحراله. معلش، اللي له أول له آخر. يا شوق. صباح وقشت. يا شوق مالك بتشتكي على الصبح ليه؟ هو انت حاسس باللي بيجرالي؟ خليك حاطط ايدك في الميه البارده وسيب كل من هب ودب يقعد يمرمط بكرامه اهل الارض. من الظاهر ان انا الحيطه الواطيه اللي في البيت ده. لا الا الله، ليه بس؟ حصل ايه عشان ده كله؟ حصل كتير. حصل ان انا ما بقتش قادره اتحمل اكتر من كده. خلاص الدمعه نشفت في عيني، الوجع قفش في كعاني. كعانك؟ سلامك كعانك يا حبيبي. ايه بس حصل ايه طيب؟ حصل كل حاجه وحشه، حصل ان انا كل كلمه بقولها حلوه في البيت ده بتتاخد على انها كخه وبتقف في الزور. حد داسلك على طرف قوليلي. ما انا جايلك يا راجل في الكلام اهو. بالراحه عليا.
مش هي اللي حاططها على حجرك رامي الدنيا ورا ظهرك. لك يا باشا زيح زيح من على قلبك وارمي ورامي. الكيف مطرح ما يطلع لازم نلبي نلبي. انما ايه الخلطه دي؟ دي خلطه سحريه، هي مغيمه شويه بس حلوه. ايه يا فريد دي يا باشا؟ يعني بتبقى ايه؟ طافيه شعبي ومن اول لطيف. وشوف بقى داخلين كان في صفايح كده بربيع، ياخدوا بقى الباقي يعني. وكل يوم طبعا طعم حسب الناس رامي ايه. بس برافو عليك يا خميس، عرفت تقفش دية الدنيا دي ورميت كله وضربته طبعا. برافو يمين يمين، الدنيا واسعه قوي. ليه نضيعها بقى على نفسنا؟ هي واسعه يا براحة، خدها مني واستلقيها، عيش يومك بطوله وعرضه، لان دي الحاجه الوحيده اللي ما بتتعادش تاني، واي حاجه في الدنيا ليها كماله الا العمر ليه ساعه. خميس يا فندم. حلوه كماله دي. قرب قرب فين؟ قرب بس احسن، البنت اللي هناك نفسها تعرف بنقول ايه. قرب قرب. بمناسبة الكمالة بقى، أيوه الليلة دي محتاجة تطرى شوية. تطرى شوية؟ تطرى. طلبك عندي خيالي شبه المنوعة كده. يا بيه يلا بينا. ليه تستعمل النوم كده؟ نقوم كده. اتفضل يا باشا. حاسب الماية. خمسة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الباشا كبير. تعال يا ابو سامي تعال سلمي على سعادة الباشا. ابو سامي يا باشا يعني الكمالة، يعني الحلو كله، تخصص الزبيب. ازيك يا ابو سامية؟ ازيك يا باشا، نورتنا، اتفضلوا. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. ازيك يا مدران؟ زي الفل يا باشا. باشا. وده في ايه؟ براحتك. اتشقلب. الله ايه يا مدران؟ لا عايز اقول لحضرتك قعدت زي ما قال لك بالظبط. براحتك. انت جبته هنا ازاي ده؟ يا ابني احنا اللي بنجيب ولا بنودي. الكيف مطرح ما يطلب يجيب صاحبه، ومطرح ما يغمزه يوديه. امال هم ليه سموه مزاج؟ بس الراجل ده كبير قوي. ابن تسعة ولا مش ابن تسعة؟ ابن تسعة. يبقى يجي عند ابو سامية. يجي ويتضرب كمان. يتضرب بعدين. يجي بعدين. يخرب بيتك. ده شكله فك على الاخر بجد. ولسه انت شفت حاجة في ابو سامية دي المفروض يتعمل لها تمثال. وده يحطوه فين؟ يحطوه فين؟ ده يحطوه عبرة بين كل اتنين متجوزين عشان يفهموا حاجة ان الجواز والمزاج توم. توم لازقين في بعض. يعني انت ما بتفهمش مصطلحات طبيه ولا ايه؟ بعد ما جبت الراجل ده هنا انا مصدقك في اي حاجه. ولسه يا رومانسي يا رومانسي، عبد الحليم لسه عايش والله. لا 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 يا باشا، هنا ما فيش رحراحه، هنا في مطوحه. قوم يلا شويه تمارين رياضيه. اتشقلب اتشقلب يا باشا اتشقلب. يا ليلة مجان الغالي ودق عليا الباب، اتبطت انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجان الغالي ودق عليا الباب، بس انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. بجد؟ يا ليلة مجان الغالي ودق عليا الباب، بس انت انا زي العادة. يا حبيبي يا داري حبيبي بيقول يا
ده الليله كلها شقلبه. ده هزعل يا رمانة، اللون ده مش لون والكلام ده مش كلامك كمان. احنا كنا كويسين وزي الفل. انا جيت بس عشان الفرقة والناس اللي شغالة وراي. الله، ما انت قلتي هتسيبيهم. ايوه، بس لازم اقفل لهم الأوبايج قبل ما امشي. وتمشي ليه يا بنت الحلال؟ ما احنا كنا زي السكينة في الجاتوه. اصل بصراحة كده جوزي بيغير علي، محرج علي الشغل. جوزي؟ جوزي. تتجوزتي؟